منذ سنوات كان في المخطط الجماعي الأغلبية الأخوان الأخوات كانوا يبداو الشجرة ديالو في الفريق المحرك، اليوم هو يوم آخر ينضاف لهذه الاستمرارية من أجل تراكم إيجابي. إن شاء الله أعتقد بأن عناصر النجاح ديال هذا المشروع الجديد اللي دخلنا فيه متوفرين، باعتقادي كاين جوج عناصر أساسية، كاين الإرادة السياسية ديال المجلس أو الرغبة ديبوليتيك ديال البوليتيسيان، كاين فريق تقني جيد وجيد جدا فيه مغطفات ومغطفات المجلس البلدي العريش، وفيه دعم تقني ديال جانب المديرية العامة والجامعات المحلية بالتعاون الدولي الأمر. وصفة كاملة أتمنى هذا المشروع اليوم على 3 سنوات، لأن دائما من الأسباب ديال المشاريع كتكون الوقتية، كيفاش الإنسان ينجز فيها الأغلبية ديال الأشياء. 3 سنوات هي مدة كافية باش نعملوا اختبار جماعي لأجل إنجاح ديال هذه التجربة، باش كل عايش على الأقل في الطموح ديال المنتخبين، الطموح المنتخبين والسكنة ديالها. شكرا للجميع، شكرا للسكنة، شكرا لكل من ساهم في الإنجاح ديال هذا اليوم اللي هو حق انطلاقة أعتقد لما سبق من العمل اللي كنتمنى يكون إيجابي. بالنسبة